اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد. والنهارده هنعمل نوع من انواع كده ان احنا هنتكلم عن كل الابراج زي ما انتم طلبتوا مني، زي الحلقه اللي كانت اوريدي على قناه النهار اللي هعمل لكم فيديو او هذه الفيديو بتاعها. فالنهارده هنتكلم عن لو كل برج مدمن يبقى هيبقى مدمن ايه، يعني ايه هو ادمان الابراج. فهقول كل برج حاجه، يعني حاجه في حياته وحاجه جنرال. يعني هنتكلم عن ادمان الابراج، يعني ايه اللي يخلي كل برج ممكن يكون مدمن في ايه. عايزاكم تحت في الكومنتس كل واحد يقول لي هو برج ايه وهو مدمن ايه، اوكي؟ وانا هشوف التعليقات بعد الفيديو. خلونا نبتدي. يعني النهارده الحلقه هو نوع ادمان كل برج. كالعاده بليز ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك. يا جماعه انا شكلي مش هتغير ولا حاجه، انا بس بستخدم فلتر على الانستجرام عشان بحبهم، يعني هقعد اغير في شكلي بس كده. الناس عمالين يقولوا لي اصلا انت عملتي ايه في وشك؟ انا تخنت، انا تخنت يا جماعه. انا مش عايزه اقول لكم انا وزني بقى كام، هسيبها لكم سربرايز. طيب كل واحد يقول لي هو برج ايه وعنده ادمان في ايه، اوكي؟ طيب خلونا نبتدي. اول حاجه برج الحمل. برج الحمل ادمان الخروج، يعني هو ما بيحبش يقعد في البيت، بيحب يخرج، بيحب يشوف ناس جديده، بيحب ينطلق، يعني ادمان ان هو يخرج، يخرج بقى يقابل صحابه، يقعد في كافيهات. فهو بيحب، هو انرجيتك، بيحب الطاقه كده، عنده باور، فيحب اي حاجه ليها باور بيحبها. فهو بيحب انرجي، الطاقه، الخروج، الاوتنجز، يشوف صحابه، بيتخنق هو من قعده البيت لان هو ملول جدا وبيزهق جدا جدا. فبرج الحمل. ولو هقول مدمن ايه، مدمن اي بين الحاجات الطبيعيه، العصائر الطبيعيه، الحاجات اللي بتدي انرجي، تلاقيه مدمن دايما حاجات اللي هي بتدي طاقه، ريد بول، الريد بول قصدي، المشاريب الطاقه دي، اوكي؟ طيب قولوا لي يا حمل انتوا فعلا ما بتحبوش قعده البيت وبتحبوا تنطلقوا وتخرجوا في اي حته ولا لا؟ بتحبوا الحركه كتير يعني. وتلاقيه بيحب الجيم، يحب يروح الجيم، بيهتموا هم اصلا بشكلهم وجسمهم جدا. طيب بعد كده هنيجي على برج الثور. او ماي جاد، برج الثور لو هو مدمن حاجات يعني يشتريها وكده، زي ما قلت لكم حاجات يشتريها ومدمن ادمان حاجه في حياته، يبقى ادمان برفيومز. او ماي، برج الثور بيحب الحاجه الفخمه، هو فخم كده في نفسه، يحب الحاجه الغاليه القيمه، هو ده بيحب البرفيومز الغاليه كده اللي ريحتها حلوه. وبرج الثور من الابراج اللي بيعشقوا البرفيومز، فتلاقيه بيحب يشتري برفيومز كتير ويهتم بشكله قوي، مدمن شوبينج، يعني هم يحبوا الشوبينج، يحبوا يبقوا حاجات ستايلز مختلفه، ادمان هدوم، يعني يحبوا يشتري هدوم كتير يعني، اوكي؟ فهم من الابراج اللي بتعشق ان شكلهم يبقى والحاجات الغاليه، يعني هم مدمنين الحاجات الفخمه الغاليه، هم بيحبوا الفخامه كده. وزيهم ممكن يكون في الحته دي برده بيشترك فيها شويه برج الاسد. برج الاسد اي حاجه فخمه، اي حاجه غاليه كده يموتوا فيها. طيب برج الجوزاء لو احنا قلنا هيبقى مدمن ايه، معروفه من غير اي يعني ادمان سوشيال ميديا، يعني شوف كده صاحبك بتاع برج الجوزاء اعمل له منشن كده، هتلاقيه مدمن فيسبوك وانستجرام وسيلفيز، ويعني ويشوف مين عمل له لايكس وعنده كام لايك ومين شاف الستوريز بتاعته ومين مش عارف عمل له كومنتس، وتلاقيه اكتف جدا على طول، اكتف وفيري اكتف على السوشيال ميديا. جوزاء بيتشقلبوا كده، اكتف على طول وعلى طول موجودين ومتواجدين، يحبوا بقى ينزلوا صور كتير جدا ويعني وستوريز، هم بيعشقوا السوشيال ميديا عشان هو شخص اجتماعي جدا وعنده حب الظهور، يعني هو شخص الجوزاء اجتماعي قوي قوي، بيحب الناس، بيحب ينطلق، فدايما هتلاقيه فيري اكتف على السوشيال ميديا. حاجه ثانيه اقول لكم عليها ادمان للجوزاء، ومش يعني هو بيحب الاكل برده، الجوزاء على فكره من ابراج الاكوله، يعني بيحب الاكل قوي. تور كمان على فكره مدمن اكل، بس تور يحب يجرب اكلات جديده، ما الجوزاء يحب ياكل، يعني بياكل كتير اصلا. اما التور تلاقيه بيحب كواليتي فود، الاكل الحلو وياكل قليل، التور ما ياكلش كتير على فكره، بس بيحب الاكل جدا التور. قولوا لي يا جماعه ها متفقين معايا؟ طيب السرطان بقى مفاجاه، عشان السرطان مدمن قعده البيت والانتخه. السرطان يحب كده يقعد في البيت، يشغل تكييفه، يقعد كده في هدوء، مش عايز يخرج، ما بيحبش خروج خالص على فكره السرطان، عايز انتخى كده، يقعد يشغل ميوزك هاديه، يسمع كاظم الساهر، ام كلثوم في البلكونه، هدوء، ياكل اكل بيتي، وبيحب الاكل البيت. السرطان مش من محبين، مش مدمن على الاوردرز والجانك فودز والحاجات دي، لا 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 لا، السرطان يحب اكل البيت كده الاموي اللي هي الام بتعمله او مراته بتعمله، فيحب اكل البيت جدا. يحب يفرج على الماتشات، يعني السرطان دايما هتلاقوا راجل السرطان يحب ان هو يقعد كده في البيت يجمع ماتشاته كده يقعد يتفرج عليه وهو مبسوط وبانتخ، بيحب الانتخه، هو مدمن انتخه. يعني السرطان تقول له تيجي نخرج، انا عايز اقعد في البيت، طب تيجي نعمل، تلاقيه قاعد كده
بيعشق البيت كده وبيستمتع جدا في البيت. موفي نايت، تتفرج على موفيز، تلاقيه شغل كده حاجات كوميديه اتفرج عليها، تشغل نتفليكس، هو استمتاع، مدمن قعده البيت، مدمن البيت. اوكي طيب، بعد كده الاسد. الاسد طبعا احنا عارفينه عنده حب الظهور وعنده مدمن شهره. يا جماعه الاسد ده عايز كل الناس تسقف له، عايز يبقى على المسرح دايما، بتحس ان هو مدمن كده بابليك ريليشن، عايز يبقى قاعد على مسرح وماسك مايك وعمال يتكلم والناس كلها بتسقف وبتسمع بشغف، فهو مدمن شهره. يعني مدمن شهرة، عايز يشتهر، عايز يبقى حواليه ناس كتير، عايز ناس بتمدحه، شايفين مميزاته، شايفين قدراته، فهو مدمن سبيكينج. يعني هو بيحب يبقى بابليك سبيكر، يعني بيحب يكون متحدث جيد وبيمسك مايك وعمال يتكلم وبيدي محاضرات وبيدي نصايح. هو بيحب كده، بيحب يكون في المقدمة ويكون على المسرح، هو حب يطلع المسرح قوي. طيب بعد كده او ماي جاد، برج يا جماعة، عشان ده برج العذراء، عشان انا برج العذراء. طيب برج العذراء مدمن نجاح، مدمن انجازات، مدمن اتشيفمنت. يعني اكتر حاجه بيحبها برج العذراء هو النجاح، هو التفوق، ويحب يتحدى نفسه. العذراء ما يدخلش نفسه في مقارنه، يعني العذراء عايزه يطلع احسن حاجه، مع خليه يتحدى نفسه، قول له مش هتعرف، مش هتقدر، لا 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 الموضوع ده صعب عليك. هو شاطر، هو ما بيحبش على فكره التحدي مع حد تاني، لان هو بيكره ان يتقارن بحد تاني. انا يا جماعه برج العذراء، انا حد قارني بحد تاني وحطني في كومبيتيشن بخرج، اقول لا انا مش داخل الكومبيتيشن، مش عشان انا ضعيفه، عشان انا شايفه نفسي ان انا اعلى من الكومبيتيشن واعلى من المنافسه. فالعذراء بيعشق النجاح، بيعشق ان هو يتحدى نفسه، بيعشق ان هو يحط قدامه هدف ويبقى هدف صعب جدا ويدوق البست بتاعه او يشتغل بجهد ويكون بريسيستنت وصبور ان هو يوصل اللي هو عايزه. فهو عاشق للنجاح والطموح وشغله، يعني بيحب شغله قوي، بيحب ان هو يبقى عنده انجازات والناس برضو. يعني العذراء يمكن ما بيحبش الظهور قوي زي الاسد، بس ما بيحبش الفشل، بيكره الفشل. طيب ايه الميزان؟ مدمن ايه؟ او ماي جاد، مدمن فاشن واللبس بقى، وبيهتم، بيحب الظهور برضو. الميزان من النوع اللي ايه، عايز يلبس وعايز يبقى شكله حلو وعايز يبقى متألق وعايز جسمه حلو، هو مدمن اهتمام بالنفس، هو عنده ادمان، بيهتم بنفسه قوي، بيهتم بشكله، بيهتم بمظهره، بيهتم باناقته، بيهتم بصورته الاجتماعيه، هو بيحب كده. ومدمن علاقاته، بيحب يتعرف على الناس كلها، وبيعنده صحاب كتيره من اماكن كتير، فهو مدمن صداقات وعلاقات، مش علاقات يعني في الحب بس، هو بيحب يبقى عنده صحاب كتير، بيحب ينتشر، فتلاقيه مصاحب الناس كلها وموجود في كل حته، برج الميزان. طيب برج العقرب مدمن ايه؟ مدمن علاقات بقى، ايه علاقات، يعني بحس ان عقرب، يعني ام سوري، يعني انا مش دايما بحب استخدم اللفظ ده، بس هو مدمن علاقات، يعني هو بيهتم بجسده، يعني مدمن علاقات جسديه كده، اللي هو علاقات سكشوالي، هو سكشوالي اورينتد، فده ادمانه الاول والاخير، ودي اكتر حاجه بيحبها ان هو يكون عنده بارتنر وان هو عايش حياته، دي حاجه هو بيحبها. معلش يعني في العرب ده عشان مش عارفه انا قلت كده ازاي. طيب القوس، القوس مدمن سفر، القوس عاشق للسفر على فكره، زيه كده ممكن اقول اللي عاشق للسفر برج الدلو، يعني اتنين بيشتركوا، يحب السفر، يحب يكتشف حاجات جديده، يحب الانطلاق، بيحب الحاجات اللي فيها تشالنج، الرياضات الصعبه، الحاجات اللي فيها بوكسنج بقى وفيها تحدي، هو حد بيضربه، حد بيبقى فيها تشالنج اكشن، يعني هو بيحب الاكشن ويحب السفر. طيب الجد مدمن ايه؟ مدمن فلوس. الجد مدمن ربح، مدمن ان هو يحقق ذاته، مدمن ان هو يثبت نفسه ويعمل فلوس ويعمل ربح سريع ويعمل انفست، يعني يبقى عنده انفستمنت او يستثمر، ده هو مدمن استثمارات، فبيستثمر، يحب يعمل شركات بقى ويعمل، ويبقى عنده شركته الخاصه، ومدمن تجاره ويبيع ويشتري ويكسب. الجدي ما يحبش يشتغل عند حد، الجدي مدمن ان هو يكون مدير من نفسه، ما يحبش ان هو يعني يبقى في حد مدير عليه، الجدي عايز، ما ينفعش حد يبقى مديره، هو عايز يبقى عنده البروجكت بتاعه، يعني المشروع بتاعه هو مدير نفسه، محدش يتحكم فيه خالص يعني نهائي. وعلى فكره الجدي برضو مدمن، يعني اقول لكم ايه، مدمن حاجات، يعني هو يحب يشتري اراضي، يحب يشتري عربيات، يحب يبقى عنده حاجات لبس شيك، هو برضو بيهتم بنفسه هو، يمكن مش ومدمن يعني ان هو يعني يبقى عنده فلوس، يعني هو بيعرف يعمل فلوس فشاطر في الموضوع ده، فيعرف يعمل مشاريع كويسه، يعرف يعمل، بيحب شغله زيه زي العذراء، يمكن الجدي والعذراء الحته دي مشتركين فيها. طيب الدلو مدمن ايه؟ مدمن سفر، مدمن خروج، مدمن
يعني جيم مدمن اي حاجه فيها الدلو بيظهر بسرعه جدا، فهو هتلاقيه مدمن اي حاجه فيها انطلاق وفيها حركه وفيها اكشن وفيها سفر وفيها انطلاق، فهو مدمن الحاجات دي. كمان الدلو مدمن مساعده الاخرين يا جماعه، الدلو من الابراج هو الحوت، بيتفقوا في الحته دي. يعني الدلو ده تحس انه مهتم بالقضايا الراي العام والقضايا، يعني هو شخص كده عنده فلسفة كده مع نفسه، بتحس ان هو بيحب كده يعني يساعد الناس ويتكلم عن مشاكل الاخرين وياخد مشاكل المرأة معاه بالمرة، ويحب الناس الفقراء ويشجع الناس الفقراء ويساعد المحتاجين. هو الحاجات دي بتشغله، وشخص سياسي كده بارع، هو يحب المساعدات الانسانية والحاجات الانسانية دي جدا جدا، هو مدمنها بجد وبيحبها وبيتبسط بيها. طيب بعد كده عندنا برج ال... انا مش عارفه مين بيتصل وايه البتاع ده. الحوت بقى مدمن ايه؟ مدمن حب. الحوت بيعشق الحب، بيحب الحب، بيحب الرومانسيه، بيحب المشاعر، بيحب العواطف، هو بيحب الحب مش بيحب شخص معين. يعني الحب ده الحوت والسرطان على فكره كده كمان، دولت بقى بيحبوا المشاعر الفياضه والعواطف وعايزين يعيشوا قصه حب، يهتموا بحد وحد يهتم بيهم، بيبقى فيه احتواء وفيه اهتمام جامد جدا جدا، ويبقى هم بيحبوا الحب، هم مدمنين حب. وكمان اقول الحوت كمان مدمن ايه؟ مدمن مساعده الاخرين زي الدلو، يمكن الحته دي هم مشتركين فيها. لو في ابراج مدمنين زي بعض زي بعض، هقول في الحاجات بس معلش، ابراج ليهم نفس الادمان، يبقى هيبقى بصوا المجموعات كده كالتالي: الدلو والحمل، الدلو وحمل وقوس وجوزاء، هيبقوا الثلاثه اقرب ادمان لبعض. اوكي بعد كده طيب مين تاني برضو مدمن؟ يعني لو انا احط جروب تاني شبه بعض في الادمان، العذراء والجدي والاسد على فكره برضو فيهم شبه بعض، هم بيحبوا النجاحات، بيحبوا الطموح، بيحبوا الاتشيفمنت، بيحبوا ان هم يبقى عندهم هدف صعب ويوصلوا له، فهم برضو ده ادمان عليهم. العذراء كمان مدمن نظافه. اوف يا جماعه، انا النهارده صاحبتي كانت بتتغدى معايا، فهي بتطلع الحاجه، يعني بتطلع الحاجه فجاه، يعني طلعت حاجه عشان تستخدمها، قمت انا نطيت في وشها كده بتقول لها ايه ده، انت هتستخدمي الطاسه من غير ما تغسليها؟ قلت لها يا نظيفه، قلت لها لا انا بطلع إيه؟ بطلع الحاجات بغسلها من الثلاجه، يعني حاجه ببقى حاطاها قبل ما احطها في الغساله في الثلاجه بغسلها، بطلعها من الثلاجه بغسلها. قامت البيبي ستر بتاعتي بتقول لها دي بتغسل الجبنه، انا يا جماعه بغسل الجبنه عشان انا مدمنه نظافه، انا عندي ادمان نظافه، هوسهوس قاسي دي نظافه، يعني ممكن الموضوع عندي هوسهوس بجد. قولوا لي بقى يا جماعه انتم مدمنين ايه وانتم برج ايه، واحكوا لي عن قصصكم، قصص ادمانكم. طيب في حد بيسالي مين اكتر ابراج ممكن تدمن الكحول؟ سؤال صعب جدا. يعني بيبقوا مدمنين الكحول، اقول لكم قوس مثلا، ميزان، ممكن اسد على فكره، جدي، دول هيبقوا مدمنين الكحول. بس شكرا، بحبكم جدا جدا، يلا اشتركوا في القناه وتابعوني على السوشيال ميديا وقولوا لي انت ادمانك ايه. اوكي مش شكرا. في حد بيقول الثور والاسد برضو، اه الثور والاسد مدمنين حاجات فخمه، حاجات غاليه، حاجات سعرها عالي يعني. اوكي ثانك يو، بحبكم جدا جدا، اشوفكم في فيديو تاني، باي باي، مع السلامه، بيج هارت يا جماعه، وقولوا لي هتعملوا ايه في راس السنه، كل سنه وانتم طيبين، اتمنى لكم عام سعيد، عام مليء بالحب وبالاتشيفمنتس وبالانجازات، وان انتوا تحققوا اهدافكم، وخليكم كلكم تفاؤل وطاقه عشان